ان هو يوصل لك المجتمع المدني في اسالنا وبرنامجنا اعمال الخير، وبيساعدوا دايما الناس البسطاء في كل حاجه وبيحققوا احلامهم بعنوان البرنامج فاعمال خير. المجتمع المدني دايما الدوله المصريه سياده الرئيس بيقول شريك اساس في عمليه التنميه، والبرنامج ده بيترعاه مؤسسات كتير في المجتمع المدني، وانت بتعمل خير بشكل تاني وكمان بشكل اصيل بمعناه المفهوم واعلم ده جيدا. رسالتك لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيريه اللي بترعى هذا البرنامج، عشان عايز اقول لهم برضو كان حريص الفنان حماده هلال انه يبقى موجود مع المواهب وبيدعم بشكل اخر، هتقول لهم ايه؟ هقول لهم ربنا معاكم، ربنا معاكم ويعينكم ويكرمكم بالناس اللي تقف معاكم وتبقى، لان هم من غير الناس اللي بيساعدوا دي المساله بتبقى صعبه شويه. ان شاء الله ربنا يكرم.